بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا معانا نشوف نعمل آيس كريم بالزبادي. آيس كريم تحفة هيعجبكم جدا في كل مراحل التنفيذ، وخطوة بخطوة مع بعض هنشوفه لحد ما يجهز معانا ويتصب في الكاسات. الآيس كريم ده ممكن كمان تستغليه كمشروع من بيتك، أو شاب ابنك يعمله، أو هو مربح جدا. ولما تكوني ناوية بإذن الله تعمليه، اعرفي كل التفاصيل وكل التكات والحركات. وادي معانا الايس كريم في حلاوته وجماله، وتعالوا مع بعض نشوف المقادير من الاول ونشوف الطريقه عامله ازاي. شايفه الايس كريم ده فظيع فظيع، انا عايزاكي تجربيه، وهقول لك دلوقتي هنعمل ده. ايس كريم ايه ده؟ زبادي؟ ها انت شايفه الزبادي؟ ايس كريم زبادي روعه، لازم نجربه. يلا تعالي معايا نشوف انا عملت الايس كريم ده ازاي. طريقته صعبه ولا سهله؟ سهله جدا، هوريها لك دلوقتي حالا، تعالى معايا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم، ويا رب دايما ايامكم حلوه. ازيك يا حنان، عامله ايه؟ قبل ما اقول لك ازيك يا شفنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وحشتوني 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 10، وحشتوني بجد والله. يعني انا حاسه ان مفتقداكم جدا، لاني ما اشتغلتش من اخر يوم رمضان، ما عملتش اي حاجه، وحاسه ان انا مش شايفاكم مش سامعاكم. فبتمنى منكم تسيبوا لي تعليقات حلوه كتير عشان تعوضوني الوحشه دي. ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شيفنا عامل ايه؟ ازيك يا حنان، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ومين الايس كريم رمضان والعيد ما خلصوا يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه وبخير. قلت لي بقى النهارده ايه بقى؟ بص يا حبيبي، انا الجو دخل حر جدا جدا. الحاجات الوحيده اللي بتحسسنا بالترطيب هي المثلجات. حلو. عصاير مثلجه، مش عارف ايه. انت يعني مش عايزه اقول الكلمه لان شهادتي فيك مجروحه، مبدع ايس كريم. وانا بقول لكم يا جماعه، هو مبدع ايس كريم، لان طول الصيف والله بيعمل لنا اصناف مختلفه جدا، اقتصادية او مكلفة، او بس بيعمل لنا ايس كريم احلى من اللي بناكله في جروبي، واحلى من اللي بناكله في قويدر بتاع روكسي. بصوا الراجل ده ما حصلش في الايس كريم، لانه بيشغل مخه بطرق مختلفة جدا. وهقول حاجة هو هيزعل مني وهيقول لي شيلها في المونتاج ومش اشيلها. الراجل ده كل ما يعمل صنف ايس كريم يتسرق منه والله. صحصحه كويس قوي، ايس كريم المية اتسرق في 3 قنوات غير دي، ومش هشيلها يا شفنا. والايس كريمات اللي احنا بنعملها في الصيف ده والله عشان خاطركم انتم. ف يعني اعذروني في الكلمه اللي انا قلتها شفنا. ما تزعلش، حقك عليا. طيب يلا بينا حنان نبدا كده نشوف الايس كريم الحلو ده ونبطل رغي. يلا يلا بينا. قول لي بقى الايس كريم بتاعنا دوت النهارده عباره عن ايه؟ ايس كريم الزبادي. هنقول بعشقه، انا بعشقه. هنقول مقاديره عباره عن ايه المقادير؟ طيب انا هسيبك تشتغل والف اظبط المقادير والتسويق. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايس كريم يا جماعه يكون اقتصادي جدا، مش عايز ادخلكم في دوامه المثبتات والمحسنات. طب ازاي اقتصادي وانت هتعمله بكيلو زبادي؟ لا ما انا هقول اهو، انا هعمل ايه؟ قول لي. احنا دلوقتي يعني وانا بقول المقادير، حنان عملت لكم الزبادي بصراحه كان روعه، فنقدر نجيب كيلو لبن، ونقدر بعد ما نجيب كيلو اللبن نعمل الزبادي، فمش هيكلفنا حاجه ابدا. بيكون عندي في حدود كيلو زبادي عشان اعمله بسرعه كده، بيكون عندي ده سكر بودره عشان مش هيدوب في الزبادي. الكيلو زبادي هسيب لكم السكر البودره مش هيدوب، ولا قصدك الصحيح مش هيدوب؟ السكر الخرز هو اللي مش هيدوب، فبحط سكر بودره. تمام. ده من 250 ل 300 تبع ما انتوا عايزين، ربع كيلو سكر يعني ل 300. حلو قوي. هنا انا المثبت بتاع الايس كريم هو عباره عن جيلاتينه. تمام. مع نشا معدل. تمام. فانا استبدلت ده كفكره جديده خالص، دي برضه اول مره تتعمل يا جماعه، بمعلقه كبيره جيلاتينه. حلو قوي. وعشان اشيل اي تجريشه، التجريشه يا حنان هو احساسهم بان الايس كريم وهم بياكلوه في ذرات ثلج بتتاكل معاه. بدي للكيلو زبادي معلقتين كبار كريمه، وده مش تركيبه كل الايس كريم. لكن الزبادي، الخوخ، المشمش، الخوخ والمشمش والتفاح فيهم بكتين، فبالتالي الميه قليله قوي اللي فيهم، فبشيلها بجزء من الكريمه. طيب. لان مش قادر احط نشا هنا في الزبادي. تمام يا شيخ. الميه دي للجيلاتينه بعمل كده، ميه ساقعه من الحنفيه اهي. ببدا ان انا
اذوب الجيلاتينه بالشكل ده واسيبها على جنب. هتبدا تقفش دلوقتي وتمسك مني، بتسيحها يا في الميكرويف يا على النار اهو. حلوة. ونيجي هنا كده يا حنان. ايوه. عشان ايه ما ناخدش وقت منهم، هفتح الزبادي وارجع لهم تاني. فضي علب الزبادي هنا، وزي ما الشيف قال لكم احنا عاملين زبادي حلو قوي قوي. بصوا الزبادي بره، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عايزه اقول لك كيلو اللبن ابو 15 جنيه اللي انت هتعمليه زبادي، والله مش أحلى بيطلع أحلى. ميه بالكميه دي كده خالص، ده نوع جيد قوي يعني. جربي وهاتي كيلو لبن اعمليه زبادي، والدنيا بقت حر بيستوي بسرعه، وهسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف وفي التعليقات. واعملي ايس كريم الزبادي وادعي لي، وادعي للشيف محمود معاكي. دلوقتي ادي اهوت الزبادي عندنا. ايوه. وادي السكر البودره، سهل قوي واحنا واقفين كده نعمله. وادي معلقتين الكريمه. حلو قوي. دي عشان التجريشه، وادي السكر، وادي الجيلاتينه اهيت، وانا مش محتاج نشا فيها. الدنيا حر والجيلاتينه ذات نفسها سايحه. دي معلقه يا حنان. يا شيفنا معاك. هروح انا اجيب معلقه. لا خليك خليك يا شيف خليك. عشان الجيلاتينه تديني المطاطيه بديل المثبت، عشان الجيلاتينه موجوده عند اي حد. طيب احنا من اهل، مع ان احلى ناس واجدع ناس الصعيد او في اي دوله او في الريف، وعايزين بديل جيلاتينه. ممكن زبادي، ممكن جيلي، بس هنا اللون هيضايقني، واللون والتست الطعم، الطعم الخوخ، طعم المشمش، طعم الفراوله، هو اللي هنا هيبقى مشكله كبيره شويه. مع الزبادي شايفه كده، ادي الكريمه. طب هقول لك على حاجه يا شيفنا. نعم. هنحب الايس كريم. انت عملت ايه في الجيلاتينه الاول؟ انا بحب الايس كريم مثلا لو كان زبادي ياخد طعم التوت، ياخد طعم الفراوله، فليه ما اجيبش جيلي فراوله واحط، هحط الباكو ولا هحط نص باكو؟ على الكيلو؟ لا نص باكو. بديل الجيلاتينه. انا عايز الايس كريم يبقى سايح. انا عايز اقول لكم حاجه، انا كل الاسئله دي بسالها لكم عشان تقوموا تشتغلوا. عايزاكي تجربي وابعتي لي صور شغلك ان شاء الله على الفيسبوك حنان جمعه او شيف محمود عطيه. الكريمه الايميل بتاعه شيف محمود بس، صح يا شيفنا؟ شايفه حنان الكريمه مع السكر البودره مع الزبادي عاملين ازاي؟ واضح. وبسيح هنا الجيلاتين على النار. انا عندي يا جماعه في الميكرويف، وفي عندي ان انا اقدر اسيحها في اي حته. بصوا ساحت ازاي اهي. اهي شايفه الجيلاتينه اهي. اهي سخنه. سخنه المطاطيه. سخنه. سخنه اهي. هدخل احط الكلام ده ممكن في كيس عشان الطبق ما ياخدش مساحه او يشم اي حاجه من الفريزر، ويخش الفريزر لغايه ما يجمد تبع قوه الثلاجه عندي. حلو. نفضي الكلام ده في كيس ونحطه في الفريزر لحد ما تحسي ان هو اتجمد. ياخد يوم. وممكن لو فريزر قوي معاكي بياخد حوالي 6 ساعات. خلاص. دايما عندي الكيلو قياس كده من دي اهي في البيت اهو يا حنان. دي ما يتحطوش على كيس واحد مثلا، اخدهم على كيسين كده بالشكل ده. ايوه. على مهلك يا شيفنا. مش حاجه واحده. ادي اهوت على مرتين. تسلم ايدك. وهحط التاني وادخله الفريزر، ونرجع لكم بقى بعد ما يتجمد. يتجمدوا ونرجع لكم بسرعه. هنا حطيته اهو في الفريزر يا حنان. بصوا بقى، لو عندي مضرب كهرباء ماشي، اللي هو اليدوي. مضرب انا رخامه نظيفه غسلناه كويس قوي يا جماعه. مضرب عادي نقدر نحطها فيه عشان نتحكم بس في التقطيع. هنا النيتروجين اللي هو بيبيعوه بالنيتروجين، بيبقى مضرب زي ده ويبتدوا يحطوا نيتروجين، بيضرب نيتروجين في العجان. وادي كده اهو. وحنان بقى هتجيبه لنا، ما عنديش ده بالمضرب الكهرباء الصغير. مين اللي هينضف الرخامه دي؟ انا بس عشان اوصلهم الفكره. طيب. يلا حنان بقى تعالي. خش جوه العجان. كريم
يا باشا يا باشا يا باشا، بص بقى كده يا باشا يا باشا يا باشا، ابص فين، شايف المطاطية ده جاي منين؟ ممنوع ممنوع ممنوع. ده جاي من الجيلاتينة. انا انتوا فاهميني، انا عايزه اقول لكم ممنوع ايه، عشان انا مش عايزه اتكلم قدام الشيف عشان بيتخانق معايا. خلاص خلاص دي بقى ونغرف لهم. حاضر. يخش الفريزر تاني بقى. الايس كريم بعد ما اتخفق وخد الفوم اهو يا حنان، شايفين؟ هو انت دخلته الثلاجه تاني؟ الفريزر طبعا. خلاص بقى احنا خلصنا. شايفه عامل ازاي؟ جاي عليه نعقده شويه كده ويبقى زي الصوص. التوت موسم التوت اعتقد خلص خلاص. طيب بص يا شيفنا، قولي لي بص يا شيفنا، معلش انا عايزه اعمل الفكره دي، ده كده كلفني 15 جنيه فقط بالكريم الشنطيه بالجيلاتينه هيقفل 20 جنيه. ده هيعمل لي ايه؟ انا عايزه ابيعه. كفكره. كفكره بيها كده جايبينه وانا بغرف في الكوبايه اهي. ايوه انا عايزه حبه ب 2 جنيه في الكوبايه. لا ما هو الايس كريم اسعار يعني، يعني انا لا انا عارفه ان ايس كريم الزبادي البوله، البوله يعني المعلقه، المعلقه الواحده ب 10 ب 15 جنيه، انا عارفه ده. فاحنا هنعمل ايه؟ ايه؟ عندي استنى انواع، استنى 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 هقول لك هنعمل ايه. استنى عندي انواع كتير. ادي كده. لا لا ما تحطليش مكسرات، مش عايزه مكسرات، مش عايزه مكسرات. استنى هاخد معلقه وارجعها لك انا عارفه. طيب هاتي كده احنا، بس ما تحطليش صوص شوكولاته لو سمحت. بس هو كفايه كده خلاص، وده هيخش بقى يجمد اهو. يجمد هجمده لك في بطني ما تقلقش. وممكن ان انا اديله فروطه كده. يوه هجمده ازاي انا بالفروطه كده؟ هيبقى من غير لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير، وتقولي لي رايكم في الايس كريم دوت ايه. قناه الشيف محمود عطيه وحنونه، وما تنسوش عشان انا متوصي تدعموا قناه حنان، ويا رب دايما بخير. لايك وشير، متشكر ليكم جدا جدا جدا، وسلام عليكم.